مين مشتاق لك يرسم بقيعة يا الحسن يمك طعم عشق ويقيني وغرام. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أيامكم ووفقكم الله بهذه المناسبة العظيمة ألا هي ولادة الإمام الحسن الزكي كريم أهل البيت، ووفقنا الله وإياكم لحياة هذه المناسبة. وكما تعلمون أن الله يفتح أبوابه في هذه وفي أو في هذا اليوم المبارك، وندعو من الله أن يعم الأمن والأمان على بلدنا العزيز وعلى شيعة أمير المؤمنين وعلى العراقيين جميعا. وبهذه المناسبة أقدم لكم هذه الأبيات البسيطة وإن شاء الله تنون رضاكم. صيحة باسمك تنطلق من الضمير، صيحة باسمك تنطلق من الضمير، للمنية نبقى على المنبر نسير مثل بيعتنا العليرة على الغدير. يا الحسن لبيك صحنا انت الأمير، غالي غالي أغلى من أرواحنا، غالي غالي نهتف بأفراحنا، رفعنا بالحب رايتك نفتخر بولادتك. يا الحسن يا الحسن يا الحسن، وصل يا ربنا على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمع مين مشتاق لك يرسم بقيعة يا الحسن يمك طعم عشق ويقيني صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى، سائلين المولى أن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق محمد وآل محمد، ونهدي هذه الأبيات إلى سيد مولاي الإمام الحسن. سلام على الحسن المجتبى سخي العطاء عظيم الإباء، فيا كوكبا شعا في العالمين ونورك من نور أهل العباء. سلام سلام على الحسن المجتبى، على وتار القلب موال دقيت حروف اسمك أنا بضامري، دقيت البابك يا الحسن، البابك يا الحسن بجفوفي دقيت وحشت بخيل يا ابو محمد عليه صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراشة ولقيت كل شي بربيعة، دمع مين مشتاق لك يرسم بقيعة يا الحسن يمك طعم عشقي ويقيني وبغرام الطف لقيت الحب حسيني، وبغرام الطف لقيت الحب حسيني.